اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يجر من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشدد شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم ونكس أعلامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والجبن. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والجبن. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا فانصرنا على القوم الكافرين.
فتنة المسيح الدجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين وذلل الكفر والكافرين. اللهم إنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم احفظ الحرمين اللهم احفظ الحرمين اللهم احفظ مساجدنا اللهم احفظ مساجدنا اللهم احفظ مساجدنا اللهم احفظ مدارسنا اللهم احفظ مدارسنا اللهم احفظ مدارسنا اللهم احفظ علماءنا اللهم احفظ علماءنا اللهم احفظ اخواننا واخواتنا وزوجاتنا وامهاتنا وصبياننا واولادنا. اللهم احفظ كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا ويا دافع البليات ادفع بلاءنا ادفع بلاءنا ويا شافي الأمراض اشفي اشفي مرضانا واشفي مرضى آبائنا واشفي مرضى أمهاتنا واشفي مرضى إخواننا واشفي مرضى أخواتنا واشفي مرضى أصدقائنا واشفي مرضى أقربائنا واشفي مرضى كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واغفر ذنوب ابائنا وامهاتنا وكل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنب.
لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا شفيت ولا كربا إلا عديت ولا كربا إلا أديت ولا كربا إلا أديت ولا حاجة لي لك أيضا إلا قضيتها يا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا ستير العيوب اصل عيوبنا يا ستير العيوب اصل عيوبنا اللهم تقبل دعاء صلاتنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله